نوري لك كيفاش ديري. هاكي تشوفي هاد لي دو بوطون. بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم العزيزات الغاليات، يا ربي تكونوا كامل بخير وتكونوا اون تخي بون سونتي. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مرحبا بكم العزيزات الغاليات، إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير، ونتمنى لكم السعادة والهنا والخير إن شاء الله يكون كامل في بيوتكم. جيتكم في الفيديو تاع نهار اليوم ولا الفلوغ تاع نهار اليوم، فلوغ متنوع من كل فن يعني شوية، نتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم. ومدى بيا تبدأوا لنا الفيديو بلايك وبارتاج للفيديو إذا تكرمتم، وتعليقات ان شاء الله محفزه اللي دائما عودتوني عليها. ومدابيه اللي ما شافتش الفيديو السابق تروح تشوفوا البنات، يعني بعد غياب درت لكم فيديو قبل هذا، وكاين بزاف اللي ما دخلوش ممكن ما وصلكمش الاشعار، فضلا منكم تروحوا تشوفوه. وان شاء الله نتمنى يعجبكم محتوى قناتي. ولاول مره جزء منا نقول لكم ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلي بجديد حريه القصبة. كيما شفتوني البنات مع الصباح رحت نحيت الدم لي باش ندير التياساج تاعي، وماذا بيا من هذا المنبر اي وحده راهي تسمع فيا نقول لك ادعي لي دعوه خير، ادعي لي ان شاء الله ربي يشفيني ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. ربي يحفظكم وربي يخليكم بخير يا عزيزاتي وحبيبات قلبي. ثاني كعولت على الفريجيدير، يعني غير جيت استعفيت شويه ومن بعد تكملت هذيك الفريجيدير، يعني كانت محتاجه تنظيف. وعلى بالي اللي راهم متبعيني على بالهم بلي الفريجيدير تاعي القديمه كانت مصددة، كانت حالة حالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني قدرني ربي ويعني بدلتها وما هدرت لكمش عليها باسكو حتى نحبنا كما نقولوا ماشي باش نزخر عليكم ولا نقول لكم انا شي فريجيدير ولا ماشي، هذا هو القصد كامل من البارطاج اللي راني ندير فيه برك باش نفيدكم. سي بوغ سا راني نجرب فيها ومن بعد نعطيكم رايي في هذا الفريجيدير واش من الماركة شريت وهذه هي فوالا. هنايا شوفوا البنات كي يكون عندكم زروديه، شوفوا زروديه كيما ديروهاش في الساشي ولا في بابي فيلم تتجلود كيما نقولوا حنا، تتولي كيما نقولوا هكا مجلده الوغ ما ترموهاش. شوفوا نعوم عليها دوك هكذا الماء ونديرها في الفريجيدير داخل دوك تشوفوا مع العشيه راني عاودت وليت ليها ونوري لكم كيفاش ولات تقرمش ولا تهيله فوالا. بعد ما هنا كملت كامل التنظيف تاع الفريجيدير ديالي ولله الحمد، يعني هنا كان غير شويه قضيه البرك اللي كان عندي، رجعت كل حاجه لبلاصتها باسكو مازال ما قضيناش يعني قضيان كامل فوالا. كما نقولوا وجدتها باش هكذا كي يقضي ولا نقضيو ان شاء الله نحط القضيه تاعي على النقاب بيان سور. ومن بعد رحت هنا الفاكهه تاعي اللي نوصيكم دائما سورتو بناتي اللي راهم يسمعوا فيا، الفاكهه غسلوا وعاودوا. هاد اللقطة للاخت روتينات نوال اللي كانت قالت لي لا ماشين تاعها ولات ما فيهاش لا سونغي، دوك نوري لك كيفاش ديري. هاكي تشوفي هاد لي دو بوطون هاي مكتوب فيهم سون هاوليك اون و اوف. واش نديرو حنايا وباش المناسبه لا مارك هادي لا لانش تاع ال جي فوالا، هي تاني عندها ال جي قالت لي وما ولاش تصوني لها باريزومبل كي تكمل ولا حتى كي تدور هاد لي باش دير البروغرام ديالها. انا دوكا يتصوني شوفوا واش ندير لها كي نحب دوك نحبسها، نشد هنا هاد لي دو بوطون واحد 3 سكوند حسنا هالا هاي ليك دوك هنا شوفوا ما ولاش تصوني فوالا. شوفوا نفس الشيء حنديرو باش نرجع لا سونغي فوالا. ها هاي ولات دوكا تصوني فوالا. نتمنى ان شاء الله كنت فدتك بهذا المقطع حبيبه قلبي.
وهنايا فطورنا كان دوبارة عصبان اللي درتها باللوبيا الفصاصة، ولا اللوبيا جريني كما يقولوا لها بعض المناطق. شهيتكم ان شاء الله في الجنة. فوالا يعني كانت قعدت لي من العيد، وهذه هي جات. واش نقول لكم، عسل عسل عسل، يعني الدوزينة تاع الحبات كانت جوستي ربي يحفظها هي اللي دوزنتهم. وهكذا بصل وطوماطيش والاخر كانت طيبة ووفاء، وخرجت ولا اروع ما شاء الله. شهيتكم ان شاء الله في الجنه. وبعد ما نفطروا بيان سور مع هاد السخانه وهاد الشاليمو، نروح نستيكي روحي، نروح ناخذ دوش. وفوالا هذيك شاركتكم برك هكذايا لقطات لمحبين هاد يعني هاد المشاركه ولا هاد البارطاج هذا. فوالا هذيك المخماريه كما كنت شاركتكم بها، قلت لكم هايله يعني نديروها بعد الحمام. فوالا وكما قلت لكم في لي بروشان فيديو ان شاء الله راح نهضر لكم على العنايه تانيك بالشعر اللي عندهم لي ماش ولا اللي صابغين شعرهم، يعني بالتجربه ديالي، مانيش خبيره في هذا المجال، مي بصح من تجربتي نقدر نفيد الاخوات باذن الله. وهنا مع العشيه بيان سور، بعد ما درت لي بتيت سياست وكامل نط، رحت دخلت هذوك الحويجات. على بالكم حنايا الحوايج دائما راهم شويه في الماشينه، شويه منشورين، شويه مطويين، ولا شويه في السله يستناو باش نطبوهم باش نرجعوهم، يعني ربي يقدرنا. وهذا مكان ما يخلصوش كامل، خصوصا دوكا رانا في الصيف وندوشو بزاف، يعني هذه هي كما قلت لكم ربي يعيننا وربي يعطينا صحتنا. هذا مكان نقعدو غير بخير ومهنيين. ومع العشيه دوك نديرو هاد لي ساندويتش، عندي بزاف ما درتلهمش لي ساندويتش لولادي، فاصون يعني زعما تاكوس، مي بصح فاصون ساندويتش. هنا عندي كاس حليب دافي، درتلهم غير نص مغرفه تاع خميره تاع الخبز، باسكو رانا في الصيف ما تكثروش بزاف الخميره، شويه تاع السكر، حبه تاع البيض، مغرفه تاع الخل. فوالا ونديرو الملح بيان سور على حسب الذوق. اللي عندها الحليب تاع اللحظه تقدر دير كاس ماء ودير اللحظه، حجيها خير وخير. ونديرو نص الكاس تاع الزيت، نضربو كامل هكذايا، ونبداو دوكا نزيدو لا فارين ديالنا، ونديرو ساشي تاع لا ليفور شيميك ولا البيكين باودر. فوالا هذه هي الخميره الكيميائيه، الوزن 10 غرام. هاد لي ساندويتش يجو بزاف هايلين، تقدروا ديروهم كيما راح نديرهم انا غير في الكرابيير ولا في الطاجين، تقدروا طيبوهم في لوفور، تقدروا ديروهم يعني مملحات، يعني عجينه بزاف هايله. كنت شاركتكم بهاد لاباط، مي بصح درت فيها تغييرات اليوم، ودرتها لكم دي ساندويتش هكا مدورين، واللي راهم متبعيني نورمالمون راكم تفكرتوا الوصفه، ودرت لكم غراتيني في الفور، جاو بزاف هايلين. واليوم راح نديروهم فاصون تاكوس، باش ما نطيبوش الخبز بوحدو واسمو لافارس وحدها، ومن بعد نعمرو الخبز، ومن بعد هادوك يعني يعجزونا بزاف فيها الخدمه. دونك حنا راح نديرو كلش على فوا ويوجدو ليه ليه كيما نقولو. درت لهم شويه تاع هنايا تاع لا مارغارين، وشوفوا نبدا نسعفها، يعني ندخل هذيك لا مارغارين مع الاول، راح تبدا لكم لاباط تاعكم تبان لكم خسرت كي ديروا ديك شويه تاع الزبده. سعفوها برك البنات. وكيما نوصيكم دائما نقول لكم المعجنات تاعكم اون جينيرال جامي تكثروا لهم لا فارين، الا كثرتوا الفرينه راح تنشفوا العجينه وما تجيكمش خفيفه وما تجيكمش مهويه من الداخل، تجيكم معجنه. فوالا هذه هي دائما نقول لكم ما تخافوش العجين، يعني كاين بزاف اللي كيشوفوا العجين هكا تلصق ولا يرهبوها، نقول لكم نو ما ترهبوها ما والو، استعينوا غير بشويه تاع الفرينه. وما حبيتش نقطع لكم هنا، يعني تعمدت باش تشوفوا كامل المراحل باش هكذا ما تخافوش. هاي اللي راني قدامكم كلش ما نقص لكم ولا مقطع هنا في العجين بالعاني، هاكو تشوفوا كيفاش هي تلصق لي باسكو الزبده هذيك مازال ما دخلتش. مي بصح اون فوا تدخل في لاباط، لاباط تولي لكم سوبل، تولي هايله. فوالا او ميم طون قلت لكم ماشي ناشفه، شوفوا كيفاش هي طريه وتلصق لي جيرمون في يدينا. دوك نغطيو عليها ونخلي لها يعني ترتاح ولا تخمر شويه، يعني رانا في الصيف دوك ليه ليه تخمر، ولا درتوهم في فصل الشتاء بيان سور زيدو شويه في الخميره كيما دائما نوصيكم. يعني هادو ملاحظات برك البنوتات الصغار اللي راهم يدخلوا للكوزينه لاول مره. فوالا ونروحو نوجدو لافارس اللي راح نفيدكم بها، تجي بزاف هايله. سمعوا هنا برك القرمشه تاع الزروديه،
كيما سمعت البنات بعد ما يعني كنت يعني اي وحده ما تعرفش ولا تحترميها تقول لك راني رطيتها، نقول لك ديري بهذه الطريقه يعني جميع الخضر نورمالمون تصلح. انا جربتها غير في الزروديه مي بصح يعني سي بوغ سان نقول لكم دائما الخضره تاعكم ديروها في لي ساشي، ما تخلوهاش هكذاك معرضه للهواء، سي بوغ سا تولي هكذاك مجلوده كيما نقولوا حنا. فاكو شفتو ولات هايله، درتها غير من الصباح للعشيه ولات هايله، يعني تقدروا تاني تبيتوها في الفريجيدار، المهم اعطي لها الوقت حتى تشوفوها شدت روحها. ومن بعد هنا راح نوجد معكم لا فارس اللي قلت لكم عليها، تجي كما نقولوا اقتصاديه، تجي بنينه هايله. شوفوا عندي هنا حبه بصل كبيره قطعتها هنا اون لاميل ولا براج كما نقولوا حنا، درت لها زبيده وحطيتها فوق النار، يعني ما درت لها ني ملح ني والو، باش علاش باش هذاك البصل يتقلى لي في الزيت كوم سي راني نقلي فيه، باسكو كون ندير الملح يطلق لي الماء وانا مانيش حابه الخضره تاعي تبدا تطلق الماء، دونك حتى نقليها مليح في الزيت باش نقليها، نقولوا ميجوتيها كيما نقولوا حنا، نقلي ماشي نقلي، بصح اون ديغي مقليه باسكو علاش تدبل غير في هذيك الزويته اللي درناها. زدت هنا الفلفل، كانت عندي يعني جوج حبيبات خضوره، انتم اللي عندها هذاك الفلفل الملون ولا هذاك المخلط كيما نقولوا، ماشي هذاك الغالي، ماشي لازم هذاك اللي باللي كولور، لا لا كاين فلفل حلو دي فوا يجي حمار خضر، تجي فيها تجيها اورانج، هذاك تاني يجي بزاف بنين على بالكم، يجي بالحلاوه يجي روعه. فوالا وهنايا البنات هذيك الزروديه درت خديت زوج حبات هنايا ربيتهم في الخشين، يعني الزروديه تاني كي تقلوها البنات هكا ولا تقلوها في زويته تجي واحد البنه هايله، وميم طون نوركلو وليداتنا الخضره، يعني بهذه الطريقه حنا ناكلو لهم الخضره بلا ما يفيقوا. دوك هاد المرحله اللي نديروا الملح، درت شويه تاع فلفل الكحل، فوالا اللي ما تحبش فلفل الكحل تستغنى عليه، ودرت لي بيس تاع الشاورما، نتوما لي زيبيس هنا كيما حبيتو، انا نوريكم الخلطه اللي درتها ولا لو كو اللي جاني روعه روعه. درت هنا شويه خليط تاع الشاورما، تقدروا البول تاع البولي، درت هنا تانيك شويه قصبر المطحون، فوالا تقدروا لي زاب دو بروفونس، يعني لي زيبيس نتوما لعبوا بهم كيما حبيتو، المهم تبعوني انا اللي حبت يعني تحصل على نفس الذوق تبعني واش درت لي زيبيس، وصدقوني خرجت ولا اروع. وزدت لها سنينه تاع الثوم في الاخير هنا البنات، درت لها شوفوا كانت عندي لاصوص طوماط هكا واجده، يعني كنت يعني طيبت لهم هكذا وتوجور تصيبوني نقص هكذا باش كي نسحقها نلقاها. اللي ما عندهاش لاصوص طوماط واجده ديري حبه ولا زوج تاع طوماطيش نحي لهم لابو تاعها وقطعيها صغير صغير. هاي ليك الفص تاع الثوم، فوالا قلت لكم نسيتو راني ضفتو البنات. انا درت هكذا هذاك واش كان عندي، يعني الجود من الموجود، نتوما تقدروا تزيدوا بولي طيبوه كيما نطيبوا البوراك مع شويه بصل وهكذا تقلوه وتزيدوه، تقدروا ديروا لا فيونداشي، تقدروا هنا المقطع تعاود قلت لكم تقدروا ديروا لا فيونداشي، انا راح ندير الطون فوالا، يعني ابسط الامور صلصه ولا كيما نقولوا اون صوص ولا حشوه خفيفه ظريفه ماشي مكلفه بزاف، يعني هكذا باش كما نقولوا نحاول انا نجيب لكم حاجه اللي ما تكلفكمش. فوالا على بالي بلي هاد لي ساندويتش ولا هاد لي تاكوس ولا هادو ما يرفدوا بزاف لافارس، يرفدوا بزاف لي زانغريديون ومع لي فرماج مع الاخر، يعني راح تسقام لكم بزاف. سي بور سا درت لكم صلصه خفيفه وسهله واقتصاديه كما قلت لكم. هنايا لو سيرو اللي رانا دايرين به حاله، هاد السيرو اون ديغي البنات كي تجمدوه كيما وريت لكم الطريقه تاع اللي كنا صغار نديروها، اون ديغي كريبوني يجي هايل، كاين كو تاع الرمان، كاين يعني كاين بلوزيغ كو، هو تاع الرمان تاع لامونت اللي يعني خيارهم، وهذا تاع السيترون تاني كان عجبني بصح المسيو قال لي شويه زعما لامونت خير منه، قلت له لو انا عجبني جاتني فيه الذوق تاع الكريبوني كيما قلت لكم. نروحو دوك لهذيك العجينه بعد ما اختمرت نقطعها، انا جاوني هاد يعني هاد المقادير خرجوا لي 6 خبزات، يعني جاهوما يعني الله يبارك، يعني كما نقولوا يشبعوا اللي ماشي وكل ما يقدرش حتى يكملها، مي بصح والله صدقوني غير ما كاش لي خلا منها فتيتا، باسكو علاش جات خفيفه جات بنينه جات هايله، ما كثرتش بزاف فيهم لي فريت. قلت لكم انا درت غير طون، نتوما تقدروا كما نقولوا ديروا تانيك لا كريم فرماج، انا والله الحليب كان كونجلي سي بور سا جست نديرها، نتوما تقدروا ديروا لا كريم او فرماج. فوالا غطيت عليهم شويه ودوك نجي نبدا نخدم البنات. فوالا نحل بالوحده، وشوفوا الحلان لازم لازم تحلوهم رقاق باش هكذايا ما يجيكمش معجنين، يعني حاولوا تحلوها رقيقه رقيقه باش ما يجيكمش هذوك لي بوخشان ويجي معجن كما قلت لكم. فوالا نرقق قد ما نقدر باسكو راهي فيها الخميره باش هكذا ما تجينيش خشينه كما قلت لكم.
ونعمرهم بهذيك الصلصه اللي وجدناها. تقدروا تاني كدوك لي فخيت ديروهم يتشربوا هكذا في هذيك لاصوص. تقدروا كيما قلت لكم تزيدوا دجاج فيون داشي كيما حبيتوا. انا درت هكذا شويه تاع لي فخيت، درت شويه تاع الطون، ودرت فرماج غابي. تقدروا ديروا صوص او فرماج تاني تزيدوهم هكذا باش يجوا متخشخين لداخل. وشهيتكم ان شاء الله في الجنه. نتمنى تجربوهم وتبعتوا لي تطبيقاتكم، ولا حتى تعطوني رايكم برك في التعليقات. نقولكم بصحتكم مسبقا، والله البنات غير هايلين. تقدروا تاني كديروهم هكذا وتدوهم للبحر، مي بصح من الاول يعني يكونوا يقرمشوا، ومن بعد تيك يقعدوا راح يطراو يعني يولوا كيما المحاجب، يولوا كيما لي كرابتور. فوالا هنا درت نار قليله بيان سور، وندير شويه تاع لامارغرين، ونطيبهم كامل على لي كوتي يعني نقلبهم، نزيد نطيبهم على الجوانب هكذا باش نعطي لهم تحميره هايله. ونقدموهم مع كاس غازوز، كاس حمص بوعلام، ولا كاس جو. المهم يعني على بالنا بلي كيكونوا هاد المواكل هادو ما الدراري يحبوا الغازوز، مع اني ما ننصحش به يعني انا ما نشريه لهمش بزاف. اليوم درت لهم هذاك لو سيرو، هما كامل ماشي صحيين صراحه. مي كما قلت لكم مع هاد هاد الماكولات هادو نحبوا هادوك. هنا راهي سخونه تغلي وانا راني نقطع لكم. فوالا هذه هي، وصلنا لنهايه الفيديو البنات. نتمنى ان شاء الله كما نقولوا عجبتكم الوصفه، عجبتكم لا فيديو. وما تنساونيش حبيبه قلبي بتعليقاتكم ولي لايك بارطاج. نتلاقاكم ان شاء الله بوغ اون بروشين فيديو ان شاء الله. نحبكم ونموت عليكم، ربي يحفظكم وربي يهنيكم وربي يسمعني عليكم غير الخير يا رب العالمين.